بهالفيديو هنديلكم كيف تخفي التطبيقات، اي تطبيق بدك اياه بتخفيه بدون اي برامج وبدون جيل بريك. تابعونا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، معكم عبد الرحمن. بهالفيديو في واحد شخص اسمه احمد سالني اذا كيف بدي اخفي تطبيق الكاميرا من جهاز، لما بتفتح الجهاز تشوفوا كيف فيك يعني الغلاظة بحس تشوفوا كيف فيك تصور كذا كاميرا، منشان ما تخفي هاي الميزة هنديلكم كيف تخفي تطبيق الكاميرا منشان ما حدا يعمل لك هالشغلة وتتضايق منها، فعلا هي بتضايق. وهنديلكم بالمرة كيف تخفي اي تطبيق بدك اياه من جوات الجهاز بدون اي جيل بريك وبدون اي برامج. بتفوتوا شوفوا كيف. بحب اول شيء اشكر كل اللي عم يدعمني، كل اللي عم يتابعوني من اول الفيديو بنزله ودغري بتشوفوه، بحب اشكركم وان شاء الله اكون دائما عند حسن ظنكم. واذا في اي اسئله لا تنسوا تكتبوها بالكومنت ان شاء الله دغري بنجاوبكم عليها. بنفوت هلا بنبدا مثل ما بتشوفوا، بتفوت على خيار في هي الشغله الى ميزاتها والى مساوئها. بتفوت على الجنرال هلا عندكم كيف. بعد الجنرال بتنزل في شغل خيار اسمه ريستراكشن، بتفعله هذا. شوفوا انا مفعله، يكون هو مطفي، يكون هو مطفي. بتفوت عليه بتحط له انيبل، بيقوم بيقول لك بده كلمة سر. بتفوت بتحط مثلا اي كلمة سر مشان ما حدا يفوت عليها. شوفوا كيف فيك تخفي اي تطبيق من هدول. مثلا نحن بدنا تطبيق الكاميرا، بما انه هيك بنخفيه. شوفوا كيف لما بنسكر نفتح هذا بما الاي او اس 11، شايفين كيف؟ شوفوا كيف اختفت الكاميرا، ما عاد صار فيك تروح لا يمين ولا شمال. بس المساوئ هي المحاسن تبع المساوئ تبع انه بيختفي عندك تطبيق الكاميرا من جوا. تصير اذا بدك تساوي اي، اذا بدك تصور صورة بدك ترد تفوت لهون وبتجي لهون وبتحط كلمة السر وبتفعل الكاميرا. هي اذا مثلا بدك تعطيه لولد او تعطيه لحدا بتفوت بتخفي له اياها وبتعطيه الجهاز، ما عاد بيصير بيصور لك واي شيء. مثلا بتخفي تطبيق سفاري، بتخفي تطبيق السيري مثلا ولا الكاميرا. شوفوا كيف كل هدول شايفين كيف كله اختفى من هون. بصير اي مثلا هي الشغله ميزه يعني من زمان، مو من اي او اس 10 تقريبا، من الاي او اس 10 وال11 تم هو مثل ما هي. بنحط لها نحن ديسيبل من ايمان بدنا اياها وبيرجع العادي. شوفوا كيف بترجع الكاميرا مثل ما هي، بترجع الكاميرا هون هيك الكاميرا، وبترجع من برا نفس الشيء بترجع من هون. فهي هذا هو كان الفيديو، وهذا كان رد على السؤال. ان شاء الله تكون استفدت احمد. بس هتقلي انه اذا في برامج ولا هيك طريقه، ما في غير برامج، ما في غير هالطريقه. اذا بدك طريقه نظاميه ما في غير هي، الا اذا بدك حبيت تجلبريك الموبايل وتساوي شغله هي قصه تانية كبيره. هي الطريقه النظاميه اللي الشركه دعمتها واللي هي الشركه بالاصل عاملتها. غير هيك ما فيك لا تطبيقات ولا اي شيء، ما فيك تخفي الكاميرا من اللوك سكرين، ما فيك تخفيها غير بهالطريقه. ان شاء الله تكون استفدت وان شاء الله تكون استفدتوا. اذا في اي شيء لا تنسوا تخبرونا اياه بالكومنتات تحت، واذا اي سؤال لا تنسوا تقولوا لنا اياه لحتى نجاوبكم عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.